10 أو 12 سنة ما بتكون ثقافة، لكن الغريب إنه شوية لحمة وبهارات قدرت تغير المود الغذائي لجيل بالكامل. الأقاشي واحدة من الوجبات الحديثة الانتشار في مدن السودان والعاصمة الخرطوم وحتى عالمياً وفي بعض الدول العربية، يعني حاجة بتاعت 10 لـ15 سنة كده. بيرجع أصل الأقاشي لقبيلة الهوسة، وهي قبيلة كبيرة شديد بتمتد يعني من غرب أفريقيا مروراً من النيجر وتشاد وصولاً إلى السودان، وأثناء ترحالهم الكثير من منطقة التانية سواء بسبب الأكل أو المرعى أو الحروب أو النزوح أو غيرها من الأسباب استصحبوا معاهم ثقافاتهم وعاداتهم المتنوعة ومتفردة، ومنها الأقاشي وعنده أسامي كثيرة زي التسينغا أو تشيشينغا زي ما بقولوا ليه في غانا. بيقولوا إنه الطريقة الأصلية لتحضير الأقاشي هي عن طريق التجفيف بأشعة الشمس، وفيها إنه بيرصوا اللحم بعد تتبيله وتجهيزه في دائرة بتاعت رمل وبيخلوه طول النهار عشان يجف على أشعة الشمس. هي نحن الرواية ما متأكدين من مصداقيتها، فلو في زول عنده معلومة أكيدة ياريت يمدنا بها. وده هو الشكل اللي تعرف به معلمين الأقاشي والأقاشي، اللي هو دائرة بتاعت رمل مرصوص حواليها الأقاشي. اللي بيميز الأقاشي عن غيره من طرق شوي اللحم واللي بيخليه محبوب عند الناس هي التتبيلة الخاصة به والمعروفة عند الناس ببودرة الأقاشي. لو حابين تعرفوا التتبيلة الخاصة بالضواقع خش الصفحة بتاع الضواقع. حصل الكثير من التطور في طرق التحضير بتاعت الأقاشي، من الحوجة إلى جمر وهمبريب واسع فسيح وصولا إلى عواد الخشب الأنيق وجميل ولطيف. لو تتبعنا رحلة الأقاشي حنلقاه إن وجد أول مرة في أحلى بقعة في السودان وهي غرب السودان، نيالا، اللبيض، الفاشير، الجنينة. يا الله نحن كنا بنقول شو أصلاً؟ الأقاشي هو نشأ وترعرع في الغرب، لكن حسي حالياً بيتم تقديمه في جميع مدن السودان ومطاعم الكبيرة والصغيرة، حتى إنه بقى بيقدموه في دول الخليج كنوع من الأكل السوداني الرهيب. الصراحة رهيب شديد. شخصياً كضواقة متوقع له انتشار أكبر من كذا بكثير، وحيكون سفيرنا في دول العالم ومنيوهات المطاعم الفاخرة. دي رحلة اكتشافنا لوجبة أنيقة وبسيطة قدرت تجمع الكل على تفردها بالرغم من الحروب والنزوح اللي فرقت الناس، واللي بينهم عيش وأقاشي ما بتفرقهم السلطات. انت كمان قادر تكون زي الأقاشي، بالتفرد والتميز بنقدر نصنع التغيير اللي عايزينه في المجتمع والعالم ككل. لو انت متميز ومتفرد ياريت تورينا تحت في الكومنتات بتعمل في شنو عشان تكون زي الأقاشي. التقيكم في الحلقة الجاية من حكاوي ضواقة. مع السلامة.